يقول: كثير ممن يكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هم مغرر بهم ولا يعرفون الحقيقة، فهل يجوز أن نفعل مثل ما فعل ذاك الشيخ وهو انتزاع الغلاف عن كتاب الشيخ والقيام بشرحه ودعاء الناس له؟ إيه، لكن بينوا فيما بعد، إذا الناس اقتنعوا بينونهم أن هذا مؤلف هل الشيخ أنتم تشكون فيه، أما أنكم ما تبينونه أبد هذا ما يصلح. نعم.